الصباحين أرحب بحضور السيد عميد كلية اللغات المحترم الأستاذ المساعد الدكتور علي عدنان مشوش والضيوف الكرام وفي أساتذة وطلبة كلية اللغات وبالخصوص قسم اللغة الألمانية بالاحتفال بيوم قسم اللغة الألمانية هذا العام. فأهلا وسهلا بكم. موطنين الجمال والجمال والسماء والبلاء في الله. وصادف هذا العام الاحتفال بيوم قسم اللغة الألمانية في هذا الوقت الذي شارف على انتهاء العام الدراسي. أكملنا مع بقية الأقسام مهرجانات الثقافية، بقي فقط القسم الوحيد هو قسم اللغة الألمانية. نتمنى أن تقدمون الفعاليات الأجمل والأفضل خلال هذا اليوم. يستمتع زملائكم وأساتذتكم بما تدربتم عليه خلال الفترة الماضية. يعني أنا ما أشوف وايد، بس أريد أن شكر وايد لكل الطلاب وكل الأساتذة بخصوص الدكتور علي عدنان اللي هو بعمل كثير هذا. فأشكركم جزيل الشكر للأساتذة اللي فهموا وطلبة وفهموا هذا حتى يكون هذا اليوم المهرجان البسيط خليك. شكرا جزيلا للجميع. زيدين دانجش لابوا كان نزل يوم وكان سريع وتاجر دانار فيش تقريبا إيش؟ زاينك نابا عين روزلاين، زاينك نابا عين روزلاين شتين روزلاين عوف دي هايدي فازو يونغونك مرجنشي. قول بايتا هلسانة عبد آس هلسانة عبد آس هاتما إش يبي دي عين عندها يا اتزويتة تسوق الفشا براوكلاي بلايب براوكلاي ون بلاوكراوت بلايب بلاوكراوت. Ja, klar. Ich bin neugierig, warum er immer so macht. Sollen wir einen anderen Knabe suchen oder was? Wäre viel besser. Was, was? Nichts, ich komme gleich. Warum bestellen Sie immer auf jeden Fall zwei Gläser Wein? Eins ist vor meiner Schwester. Sie ist krank und sie ist im Krankenhaus. وجودا عشان ترى في متي رمان كي شو قلت لي زي كده انزات ايش في ايش في noch nie habe noch nie Apollo bekommen. Okay, das ist gesund. Vielen Dank. Als Johann merkte, dass er vom Richter und sein Verwandt enttäuscht worden war, gehe er zum Richter, rück ihm auf die Wange. Wenn mein Gegner mit 20 Liter kommt, wer ist dir? Unfallbericht lautet, ein indischer Schauspieler war überzeugt. Kami Bijone Higi, es gibt kein Benzin. Check. Also, ich sehe da. Ja.
في ختام احتفالنا هذا تتفضل السيدة رئيس قسم اللغة الألمانية الأستاذ المساعد ميسون علي مزوق المحترمة. دكتور علي عدنان لولا دعمه طول هذه الفتره لما كان هذا النشاط اليوم. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور عمار لحضورك. شكرا لكل الحضور. شكرا للطلاب تعبتوا خلال هذه الفتره كلها. عامي اشكركم. شكرا جزيلا. شكرا.